متتبعي ومتتبعات قناة أجيال المستقبل التعليمية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نقدم لكم الفرض الثاني في مادة علوم الحياة والأرض، موجه لتلاميذ السنة الأولى إعدادي خيار فرنسي. نبدأ على بركة الله بقراءة الأسئلة. تيست مي كونيسونس، يعني اختبار المعارف. إذن بالنسبة للسؤال الأول، أسوسي شاك تيرم à la définition correspondante. رتم ريسبيراتوار، أوكسيمتر، ساك أيريان أو دو شو. يعني السؤال يعني غادي نربطه كل مفهوم بالتعريف المناسب له. انستريمون كي ميزور لو تونور اون دي اوكسيجين دون لو اي دون لير، هذا كيتسمى لوكسيمتر. اذا هذا هو الجواب. بالنسبه لي التعريف الثاني، نومبر دو موفمون ريسبيراتوار دون اون مينوت، يعني هذا هو اللي كيتسمى لنا الريتم ريسبيراتوار، هي لو نومبر دو موفمون ريسبيراتوار دون اون مينوت. بالنسبه للتعريف الثاني، رياكتيف كي سو تروبل اون بريزونس دو ديوكسيد دو كربون، هنا لو او دو شو، هذا هو الجواب. بالنسبه للسؤال الاخير، بتي ساك سيتوي ا ليكستريميتي دو دي برونشيول، يعني ساك ايغي، يعني ممكن انني نحفظ هاد التعاريف وهما هما التعاريف ديال هاد الكلمات اللي عندي. الريتم ريسبيراتوار هو لو نومبر دو موفمون ريسبيراتوار دونز اون مينوت، اوكسيمتر هو واحد لانستريمون واحد الاداه كي ميزور لا تونور اون دي اوكسيجين دون لو اي دون لير، يعني كنعبروا بها ثنائي الاكسجين في الماء وفي الهواء. بالنسبه للساك ايريان هو واحد لو بيتي ساك سيتوي ا ليكستريميتي دي برونشيول، وبالنسبه لو دوشو، لو دوشو هو واحد الرياكتيف كي سو تروبل اون بريزونس دو ديوكسيد دو كربون، يعني كيتغير بوجود ثنائي اكسيد. السؤال الثاني، سوليني لا او لي بروبوزيسيون اكزاكت اي كوريجي سيل كي سون ان اكزاكت، يعني غادي نحددوا شكون هما التعاريف او التعابير الصحيحه ونصحوا الخاطئه منها. لير اكسبيري اي ريش اون دي اوكسيجين، لا ريسبيراسيون كونسيست ا ابسوربي لو ديوكسيد دو كربون اي روجيتي لو ديوكسيجين، هذه خطا. يعني هنا شكون هو التنفس؟ لا ريسبيراسيون هو التنفس، كونسيست ا ابسوربي يعني كنمصو الاكسجين وكنطرحو ثنائي اكسيد الكربون ماشي العكس، يعني ابسوربي لو ديوكسيجين اي روجيتي لو ديوكسيد دو كربون. بالنسبه لي لو ديوكسيجين باس دو لير او سون ان ترافيرسون لا باروا دي زالفيول. سؤال الاخير، لانسبيراسيون اي تان فينومين بيرميتون لونتري دو ديوكسيجين. اذا هنا كنشوفوا التعبير الا كان صحيح كنكتبوا بروبوزيسيون اكزاكت، و الا كان ان اكزاكت اون كوريج اون لا كوريج. اذا هنا عندنا السؤال ثلاثة، لي جوند لو شيما سي ديسو، عندنا هاد لو شيما كتبين الجهاز التنفسي ديال الانسان، لو ني هنايا غادي نسميوهم. عندنا رقم واحد جهاز تنفسي للانسان، اذا غادي نسميو هاد واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة، ونعطيو واحد لو تيتر لهاد لو دوكيمون، هاد لو شيما غادي نعطيوها الاسم ديالها. الرسم غادي نقولو هو جهاز تنفسي لاباراي ريسبيراتوار دو لوم باغ اكزومبل. سؤال رقم أربعة، كومون بوتون ميتر اون ايفيدونس لي زيشونج غازو ريسبيراتوار، كومون بوتون ميتر اون ايفيدونس
les échanges gazeux respiratoires. إذن هذا هو السؤال، كيفاش كنبينوا الوجود ديال واحد التبادلات غازية تنفسية. La deuxième partie de contrôle, j'utilise mes connaissances. 8 points. La respiratoire est une fonction vitale au cours de laquelle se font les échanges gazeux entre l'être vivant et son milieu de vie. Chez l'homme, la respiration est dite pulmonaire car elle se fait par l'intervention des poumons. Pour bien étudier le rôle de ces poumons, on vous propose l'étude suivante. On mesure les quantités de gaz contenus dans l'air inspiré et dans l'air expiré et les résultats de mesure sont représentés dans le tableau suivant. Composition en gaz en lettres, dioxyde de carbone, et du dioxygène pour 100 litres de l'air d'air inspiré. بالنسبة ل 100 لتر من الهواء اللي كنتنفسوا، لاحظوا بأن هذا الديوكسيد دو كربون كتكون فيها 0.03 والديوكسيجين 21. Pour 100 litres d'air expiré، يعني هنا اللي كنخرجوا، كنلقاو بأن عندنا 4.5 بالنسبة للديوكسيد دو كربون و 16.3 ديال لو ديوكسيجين. سؤال: أبخي لاناليز دو سون، بعد تحليل الدم، أون ميزور لي كونتيتي دو ديوكسيجين إي دو ديوكسيد دو كربون دون لو سون أ لونتخي إي أ لا سوغتي دي بومون. يعني هنا بالنسبة كنعبرو الكمية ديال ثنائي أكسيد الكربون مع ثنائي الاكسجين اثناء فلونتري الونتري اي على سورسي دي بومون، واش كيدخل وفاش كيخرج الهواء من الرئتين. سؤال: لاحظوا معايا عندنا لو سون اريفون او بومون، بالنسبه لهاد لو سون اللي كيدخل للرئتين فيه 15 المليلتر ديال ديوكسيجين وفيه 53 مليلتر ديال الكربون. بالنسبة للدم اللي كيخرج من لي بومون كنعبروه وكنلقاو فيه 20 مليلتر ديال ديوكسيجين وكنلقاو فيه 49 ديوكسيد دو كربون. إذن هذه تجربة. سؤال لي كيستيون كومباري، يعني هنا غادي نقارنو ما بين لي كونتيتي ديال لو ديوكسيجين اي لو ديوكسيد دو كربون دون لير انسبيري اي اكسبيري. يعني غادي نقارنو ما بين الكميه ديال ثنائي الاكسجين وثنائي اكسيد الكربون اللي كتدخل واللي كتخرج من الجسم. السؤال الثاني: كومباري لي كونتيتي ديال لو ديوكسيجين اي لو ديوكسيد دو كربون دون لو سون اونطران اي سورطان dans les poumons. يعني عاود نقارنوا الكميه ديال الاكسجين مع الكميه ديال الثنائي الكربون اللي كتدخل لي بومون اللي كتخرج لي بومون. هذا رقم 3. كيل كونستاتاسيون بوتون تيري بيتي كومباريزون، هنايا ماذا يبين لك شكون هو الاستنتاج اللي ممكن تنتجو انطلاقا من هذه المقارنة؟ يعني في الكونستاتاسيون ماذا يتبين لنا انطلاقا من هذه المقارنة؟ متبين. سؤال آخر: لو دوكيمون سي جوان ريبريزونت لا ستركتور ريسبونسابل دو سي زيشانج غازو ريسبيراتوار. يعني هذا لو دوكيمون كيبين لنا كيوضح لنا البنية المسؤولة عن هاد التبادلات الغازية التنفسية. complete le schéma explique donc comment se font ces échanges gazeux respiratoires. إذن هنا غادي نعطيو الأسماء، لاحظوا air expiré وعندنا air inspiré.
شكون هو الهواء اللي كيسميتو الهواء اللي كيدخل والهواء اللي كيخرج. غادي نكتبوا الاسم ديالهم في هاد النقاط، وهنا غادي نسميو هاد الاعضاء. عندنا الرئتين، وعندنا الشعيرات الدمويه، وعندنا السون سورتون يعني الدم اللي كيخرج، ديزارفيول بولمونير، وعندنا لو سون اونطرون دون لي زارفيول بولمونير. يعني ان هادو هو اذا هادو كيتسموا لارفيول بولمونير، وهادو بومون يعني الرئه. السؤال رقم 6، انديكي بار لي فليش روج، يعني غادي نحددو بواسطه اسهم بالاحمر سونس يعني المنحه ديال ولا الاتجاه ديال لو ديوكسيجين، اي دي فليش بلو وبالازرق غادي نحددو لو سونس ديال لو ديوكسيد دو كربون. يعني هنايا في هذا الرسم هنا غادي نحددو لو تيتغ ديال هاد لو شيما. إذن كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معي، وإلى فيديو آخر بحول الله. إلى فيديو آخر بحول الله. لاحظوا هاتوا هما الأسئلة.